أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقط يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
المفقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله.